الريال اليمني انهيار متتابع ووصول للحضيض. قبل أن يعرف الجنوبيين الوحدة المشؤومة، وفي العام 1965 تم وضع الدينار الجنوبي كأول عملة وطنية في الجنوب العربي، والذي كان يساوي حينها 10 ريالات سعودية. بعد الوحدة المشؤومة تقرر أن يعتبر الريال الشمالي والدينار الجنوبي هما العملة الرسمية في الشطرين، وبقي تداول العملتين معا حتى العام 1996. وفي شهر مارس من نفس العام تم سحب الدينار من السوق المحلية والإبقاء على الريال اليمني، في خطوة تدل على الحقد الدفين الذي يكنه قادة الشمال للجنوبيين، ليتم بعدها تغيير النظام الاقتصادي في الجمهورية اليمنية ويتخطى الدولار حاجز 100 ريال يمني. وواصل بعدها ارتفاعاته تدريجيا بعد أن تم تعويم سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي كان موجود نتيجة الخلل في اقتصاد الدولة، وأهمها ضعف إيرادات النظام الحاكم حينها، وأصبح اعتماده على إيرادات حصتها من مبيعات النفط القادمة من محافظات الجنوب، والتي كانت تغذي 75% من الموازنة العامة للدولة بحسب تقارير رسمية، ليواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الريال اليمني، وتخطى بعد 3 سنوات من التعويم حاجز 200 ريال للدولار الواحد. وفي العام 2008 ارتفعت الاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة، وارتفعت العائدات المالية من مبيعات النفط، ووصلت إلى 8 مليارات دولار. إلا أن الفساد في نظام الحكم وتحويل مبيعات النفط إلى حسابات شخصية لم يكن للنقد الأجنبي أي تأثيرات إيجابية ليستعيد الريال عافيته، وظل سعره متأرجحا. في العام 2010 واجه الريال حربا من قبل جهات خفية مركزية عملت على المضاربة بأسعار الصرف في الأسواق المحلية، وتعمدت سحب أكثر من 500 مليار دولار من السوق ليرتفع سعره فجأة في السوق الموازي إلى 260 ريالا للدولار. بعد سقوط نظام عفاش وسيطرة ميليشيا الحوثي أعيد تعويم العملة من جديد، حتى في ظل تشكيل حكومة الشرعية بعدما سمي بالحوار الوطني، والتي تجاهلت بدورها مشكلة انهيار العملة المحلية، واستمرت المضاربة في أسعار الصرف وسحب العملات الأجنبية من السوق المحلية، واستمر الريال اليمني في التدهور في ظل صمت مطبق من حكومة الشرعية واستمرار تعويمها للريال اليمني، والتي اتهمتها تقارير دولية بتبييض الأموال وسرقة الوديعة السعودية لتعزيز العملة في البنك المركزي، ليواصل الريال انهياره المتسارع في أشهر معدودة حتى تخطى حاجز 1000 ريال مقابل الدولار الواحد. وبعد تشكيل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، والتي أتت بعد مشاورات بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتفشل حكومة المناصفة في وقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية نتيجة تلاعب لوب الإخوان في حكومة ورئاسة الشرعية، وعمدت رئاسة الحكومة على طباعة العملة المحلية دون غطاء للنقد الأجنبي لتحقق أعلى رقم قياسي في عهدها، ويسجل الدولار الواحد أكثر من 1000 ريال يمني، متسببة في أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.